Christine. سوغنهاي deegaanka xuushley oo ka tirsan degmada Kalabayd ee gobolka Gabiley ee dad kala duwan oo barbakeega taagan ayaa u soo hayaamay deegaankani ee balaweydiyo meesha ka yimaadeen hooy magac ah Milga Axmed oo ee Milga waxa ka timid waxa way ka yimid bay waxa way yaa ka tirsan yaa degmada ka tirsan oo haydka ah dhowr goor ba dhowr habeen baan soo guur gobolka Hawd ba ka timid ha أنا أنت سو سعودي صدحنا وانا سو جوري وعجها نك سو جوري تهبين يا مالنا وانا لسوس صدح أنا مالي هبين لو صدح أنا مال لو ليح أنا مال لو نسوس عني هبين يا مالنا وانا لسوس مركا أنا أنت سو لغيسن صدح هبي صدح ليح أنا مال بنا سو لغين ليح أنا مال بنا سو سعودي لو حكي كنت ما تنو كان لو تروح نكون بالجبل لي أيه وقبل كهودة قبل كهودة أيه تبت بالجبل أنا هبين يا مالين بنقصوس أيه طيب هبني مالك كل مال صدحات دول هلك نديها أيه طيب أنت هسون سوي بركوي بالخور أبارت خورن بسم الله الرحمن الرحيم إلى هاي مدو إنك شرط راي وصدح شرة إلى هاي مدو إنك شرط راي وصدح شرة يا إلى هاي معين دريد محمد سمكون ويده ردي تهد بادات وحولي دنتا وح النار حول محضوة تاويو وي وحوة إلى سديت النفو أين هي يلا حبالة وح تقيا وح ير إلى سيلاي مالا إسلاس ديت النفو بدن كيسو وده بختي انت روح لأيب سيدنا مالا إنه وصوه بارس دحترا هالشي وحد الحكم لقشانا مالا وحب عيل كم بيكو قاري يعقو قاري أنا مالا ده وحيا درق انت مرن لسول ودنيا قاري قبا كبلا ميلا قصو رقو لقو نسينا هاي عرورتي مي مكا عرورتي بدنا وإلى السعودان وإلى السعودان بدنا ما انت الله دوني وبدنا وقت ما تنبا ها إلى مركو ريلا ها إلى بر بالقبل ده هرجيسة أنت أنا فيلق إنك يجي صوص عدا ما حاجة قاعد ما حد سوق هذا كده بيه كهرباء نسوق هذا هلك نكير لاك بدك سوق هذا الله بس إنك الله كمان شيء كذي بدك سوق هذا كاري كاري بحنا بدك سوق هذا أريك يا راي ميل سيد أهابا لباب مليان مليان يصدق بقول يكنت مليان يصدق بقول يكنت لنا هاي أريك يا راي أفرتن كابك سوق هذا أفرتن كاري أبا هي سدتن كاري ها بدك سوق هذا لباب مليان صدق بقول يكنت Soomaaliland shilna Soomaaliland shilna iyo yadoo ma sidaa daawadayaal wali waxaan ku sii guda jiri doonaa in hooyooyinka kala duwan ee iyagu u soo hayaamay deegaamadan waxa jira qaar culus oo isasida inay iyo wali bana dad aad u jilacsan hooyooyin aad u jilacsan isla markaasina ka yimisay noo sheegeen qaar kamid gobolka Hawd imkana waxaan taaganay deegaanka Xuushley oo ka tirsan gobolka Gabiley waxaan sheegay intaasii oo dhan inay soo socdeen isla markaasina ay soo lugayeen laakiin si ay in yar ka horun ay gaari soo raaceen oo ay gaari heleen in waran magaca مريم إبراهيم. إيه مريم إبراهيم أحكيت كتبت. ما عن جاي بقول كهود. أنت سو سعتي. ما عن سو سعتي هبين دبي هبين. أيه. وين تسيدا؟ ها. قارم هذا مشي. ما عن مراي لبيل كهور. يدا بارت يسوي مشي. ها. والكهور أنا بارتا. دا بارت ما يحنتها. أيه. ما يحنتها بارت. حول محد وذاتي. ولا حول إني صوت النف. صوت النف وذاتي. إيه مكمل حكوا هري. وحياة هري صوت النف بدلب. صدقني بتو حي علي لباتني هي لباتني انا صدق كيف لباتن كاغه هرن انت كلا بارت كليت ها هي اوكي وا الهي بارت نغدل قاده هوي مغاه اه وها لا يراها عمبرو ان عمبرو حكيت كتمد وانا كسو غوري ضرور ضرور بغت ايتوبيا اه بل ضرور الا انا قبيلي بس سوتين اه انت دو يسو سوتي تي غاري وانا سو قاده دور مليان نو سو غاري لعقتي مسد سو قاده من هو سوق هذا صدح بقول أو دولار يملي صدح بقول أو دولار بدوك يعني قبلي دولار وإذا سوق هذا يتوبيا بلا بارت هو يكورن هذا والله أبارت وادكت هي إذا كنت أنت أي سبب أنا وأنت كنت مادين آه بلا كورن يعني محد عمتين
توحنا عناي وحين إلى هاي نو قرن بان عناي هي تمنا قدنا هي تمنا هذا القرية حدا نكون أولان ترينا كم نورين هذا بقى هو دة كنت دكان كا يعني حوش لي قبل كقبلي يعني دك ماذا كلا بيرنا هوست ما تا يعني سيدين صدوا وين يا وحمان ما يدران هي وحدرا شو حمانا بيري ودي فسحين بيري هو عنده وحي علينا ونكعلنا وحي داقنا ونطاقنا هي هو يقف وين باتي أبارتك إيش هكبل أبارتك ورا أبارت آد بأكل وش هاي أيه تيا كل سو جوريا كل أنسو جورم بواي هاي صدق آد بواي هاي صار وان قرتي آد يا الحاد يدت كوا هاي صار ود بات بدن تاي تيا مر كوا حن كور وحي سو جورنا سو جور وحي ساق دا عن سو جورنا هو سديدة دحين بواي شرتا بل دحين تيجي إيش هك دحين تو والله آد بقى بده حي تاري وغر غرانا دحين تحبين كوا بختها واحد هو تان باي سطان وتوه حن هو نو وحي نو الهرا هو وين جورم بن هو نا هذا هو يعني مانتا هيدا الهدى الخيرية إيو يعني شعب كي سومالي لان غار كمدا إيو أمدي سومالي لان بايدين سوكر متي وهالك عندي قلت ميد يعني بستيال إيو راشين يو حمطان بولي دين سيدا يا دم هنا قيسان تيو إلى هاي ما نقول ما إلى هو إنه واحد كوي يقرا نو قدر أي إلى هنا وانو ما حد نقرا يقرا نو قدر أيه ما شاء الله ما شاء الله هذا هو يمس هو يمعاه فاضم يعني فاضم حقك كتمت أنا أقول ملاحة لا يقصوق هذا ملاحة وهالك كترسل هود كاوي او تويش شديدة ولو تويش شيسا ولو سوق هذا ولو سوق هذا بابور اي بابور كم سوق هذا يا ترين كردي لعق بدن لعق بدن ابرس تحجره وانا ورناهرين وانا دي نوهرين ومقال انك بابا باي ايا انها ايسا او يبو واحد كورن تحول محد وطي حول دي وحن وطي صوت دونا دي يا امك ييجيمي صوت دون باكو يجي محمد رول هاي سنبان تقي شاليتو مركورة ترى محمد يا حول الدوران لها يا دابر ستحي كل أكل هو رأي كل ستحي دوي بقتيه دتك تجاني وسيدين صدويين دتك أنت كان قانوني مي وحبا نو ما يدري ما شاء الله تبارك إلى هاي سو صغيرة تتك وهاي أيوة إلى يا بارت نقدو قاد إن شاء الله هاي نقدو القاد آمين إسلام قف كل شيء يجنا يا نبكون ذاك ما تكسته أبواروك ويحليلي Islam of Kishigan, I am. If you come out, Christy. A salki muatino. Would it be wishy? I don't know. 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 I marka in badan baan soo geedahay halkana waxaan soo degnay shalay een dibaato badan kale deewo abaarta iyo waxaan weyn soo martay alxamdulillaah wixii laga nooliyay waa wanaagsan yahay waa laga noolaadaana waa aan ka bixi doono waxaan iga warantaa muddo intee leegba soo socotay waxaan soo socday lix habeen ayaa soo lugaha marka lug baan ku soo socotay lug baan ku imay halkan adiga iyo aniga iyo reexaaskii iyo xoolihii wixii soconayay arurtina waan wataa maxaad wataa xoolo xoolo waxaan wataa yaro adhiya iyo 10 sac abaarta maxaa kaaga leeday abaarta kala baro talada way dhimatay way dhinteen ar way dhimatay adiguna aad baan dhexda uga yimi wixii halka soo galay alxamdulillaah imika waxbu curaya hadaba waxyaabadu baahantay maxaa kamida waxaa kamida waxaan imika u daran biyaha biyo waa laga durugsan yihiin gaadiid ma wadano lugu yar wuxuu dabeer yar baa wataa lama dabeer baa wato mid uu fariistay mid baa wataa biyo waa laga durugsan yihiin baco iyo biyo lagu shubay labadaba waa u baahanahay intaas aan u baahanahay cadar waxaad ka warantaa qof weyn baa tahay abaarta iyo sheekee bal abaarta waa waxa sabli wadayaashu deewaliigama soo sheekeen isku soo wareeg intaa la roob leeyahay waad anigu magac loo bixin doona garan maayo aad bay u kulushay waa wax saameysay waddanka ku dhameysay intaa yar aad cudur cumaar u soo jeedna waxa jab la weeyey waxyaabaha lagu siiyey maxaa kamid ah waxyaabaha la siiyey dee waxaan imika aanu dul fadhina bustaha maryaha dhacantu aad bay noo haysa waa tan imika dhintana waa dhagan hayna waa ka huwanayna hadaba waxaan u baahanahay oon aad ugu baahanahay ilaahayna haydii soo dhiibe bacaha biyaha iyo biyo Adduunyo
وحي يا يستين تضيكا إلا طيوك يوكا جدال الليتا أبواروكو وي عليلين يتركو دين الليتو إسلام قفك شيئنا يا نبكو ذاكا معاد كيستين in badan haye in badan baa soo saaray inta abaar baa soo wado haye shan iyo toban ciyaan soo saaray anay maxaa soo raacday baabuur imi soo ka qaaday wuxuu ka qaaday $600 $600 ka qaaday markiriya ha en waxa ka horanta abaarta ka horan abaartu intaaba way saar aad lagaba haye aanka haye abaarta soo ban soo deenay laayn xoolo maxaa daday xoolo imka wax way joogtooga haye wax laga qasho midna male maxaa kaga dhintay abaarta abaarta aad badan haye ari boqol iyo dheeraad baad dhintay imkana maxaa wataa ari konton neef wataa haye wataa waa saay saande en bro waxaad ka warantaa muddo inta laga too socotay ood weynan waa ka timid masafa aad u dheer baad soo socotay bal ka waran markaa sida ugu soo dhaweeyay markaa ka timid si wanaagsan baad dadkan haa dadkan deegaanka si wanaagsan ma soo dhaweeyay haye ilaahay ma hada ka gaadhiday haye abaarta aad iyo aad baan soo dhaweeyeen waxbayna siiyeen oo kuwa gargaarkii noo fidinaya haye wax weyno hoygii raashinkii badna siiyay cunto biyo iyo qaar biyo noo shubay inta way leeyay ay walaalado ma santay walaalado magaca ku bilaabay halka ka timid waxaan ka baddaroor daroor Itoobiya ka tirsan ha aan inta soo socotay imi wax soo socday wuxuu soo soconay ari lugaban wadnay markii dibna bal maxamed aan ari ka soo saarnay gaari haye markaa ari waxa uu ka soo socday bal maxamed toddoba cusho uu soo socday haye halkana gaari wuxuu ka soo socday markaa halka uu bal maxamed askar ka soo saarnay halka waxaanu ka rognay sagaalkiis waxnu waan gartay intaan abaar badan u mudbada hayay haye ari 300 ayaan markaa meesha keen ayaa waxa aan ka soo rarnay maka maxaad bartan keentan xoolo maka barta waxaan kaleen maka 100 neef aan markaa keenay 300 maxaa kala haray 200 baa meesha ayaa ayaa ku babaay 200 dhan babaay haa 200 baa keentan kanimka haa 200 baan keenay haye taabaar inta aad wadaa yahay maxay isku jiraan 100 keentay 200 kan keenay adigu riyo idaba inta buu isku jiraan waad ka waranta bal abaarta sidii saameysay taa abaartu aad bay wadanka uga dhacdo inta abaaru baan soo hayn haye meel abaartu way ka kala gaanto magaalada caalamiga iyo 17 maana soo maray halkan markaa nimada de wadanka kun maan nimada dadku la si wanaagsan u soo dhaweeyay dadka deegaanka si wanaagsan u soo dhaweeyay waan kartay demid saraca beeraha dadka saracna xunaan uga laalay inta kale nagu si daayay haye ta markaa dadku saas u soo dhaweeyay intaana abaaru man dad soo hayn aan halkan horumada u timid hare halkan may wiliga ma arag wiliga ma arag waad ka warantaa eray bal qoysaskaaga imisu ku koobin qoysaskaygu ari waxaan ku wadnaa laba caruur aan ku wadnaa halkan dadna barbardum noga noqday aniga iyo in yar kale waalidkii waynaa mi waalidkii waynaa dad wadankii waan kaga nimi halkii wad kaga soo dhaaqay haa islaam abaar daraad islaamka baabuur socday halkan uu ka noqday maxaad soo raacday markaa halkan de baabuur baan ka soo raanay inta horan arigu soo lugeen inta markuu bal maxamed markuu soo gaaray u dhaqaaqo way haye ta markaa dadna gaadban soo saarna bal waxaad ka warantaa deegaamadeed ka timaadeen eenay sidee ahaayeen markaa ka imirseen deegaamada dadkii xoolaha si dadkii wixii xoolo u socsocnay ladnaan uu ka soo dhaqaaqay wixii kanana dabarti buu ka haray oo xoolo kaga riiqdana dadkiina barti buu ka haray maanta waxa la idin qaybiyay bustayaal iyo raashin iyo muu aha la idin keenay hay'adda al-huda al-khayriya iyo shacabka Soomaaliland idin soo gurmaday bal ka warayad mahadnaq sawalalo taa in deewsi wanaagsan way si fiican dawlad iyo shacabku si wanaagsan marka ayuu dhacaysaa walaas marka waxa maana ka idin laga soo dhex saari karaa ma jiro dadka loo gurmaday in magaranse masaakiinta dadka yimid soo dalka ay magaranse saa lagu yimi ee caawimo nooda loo keenay taasi wanaagsan ayaa loo gacan qabtay markaan aan eegnay deed waxyaabaha dimka aad baahida gaarka ah ee leedahay in loo keenay doonayna dalbanaysan ee ugu fudud maxaa kamida dadka ee shakhsi walba haddii horti idinku dawlad baa tinow idinka meesha ariga keenay in dadka shacabka idinka waxaan u keenay taa markaa in dadku wax alaala waxaan u baahnay in dadka meesha jooga ee toolka ay meesha yimi taa horti ma jir wax walba u baahan yahay taa markaa sawi wad ma santa walaal baran gudu qadan ku duceyna walaal aamiin ay
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل حلقة نمرنا وحل قربة وحن صوب حين ساكن صوب حين مقالات هرقيسة وحن صوب حين كل أنه كتشوابين أبارها كتشرة إيو ديباتات كتشرة مركا باغن وحوية وجمعية رحمة الخيرية إيو تيم كل سعودي أولو شقين إيه إيوغو كلي مالي محنود دنبيه كوهو لنا إن أيدد كودا رحنتو هايسو ديباتاتو هايسو أونكو هايو إيقاتشادو هايسو تاغن حلي ميلفو كي يمادين هالك كي يمادين هالك ناين بدل عين سلامين لكن سيددكو عادو فربضيهين وحنو كي جوابيني بل محاينو كغيب غادنا أبارهان شراء حالاتنا شرطة مركا ماانتا إلا سبح بغلو قيسة يعني كلو سوق غادني ألابو سوق غادني هدال ما يسودو حجرا هوشو يحرشو إيو هدال ما يعنتوين با تالفت إذا داد إهل الخيرا كغيب غادتي ودومرا إلهي وحنكبري هدال ما يو أنيسة يو نوري يو دمانتود دومر كقيب غاتي إمانتا نالصعودة عرطود سوك حيي إقوبتا يميد إيلي أي نصو إغنو ومدين أن لصو عيشنو ومدين أن كسو قيب غلو ومدين أن أرقنو هالكا يكونو ليهيني يحال داي مريان أدبان قومها نقيا قفول أو كسو قيب غاتي با مشروع خيري غا أو حكسو قيستي بو حالي جزاكم الله خيرا وحلي أي نقضينين دومر يحرك بوان وصعنا دمانتا ونوصعنا قفنا ولمو قضينين قال عدنا ويسيد عيسى قبت أنا تشوجنا أنا وحوي يعني إيريك لبيد أيان تشوجنا أول بديلا أنا ودون هاي أنا ودون هاي قبت أنا وحكو قام دونا سب بقول قيس بكو قام دونا إلا بقول يا الله تنقيس بكو قام دونا عربت أنا قلت هلق لي وحنا ولا نهيب قانو تشدنا وحوي يا دتكو كسو قيب قلا لما كسو قيب قلا إلى هاي بين كبرينا إلى هاي نقصو تشبيه ورحمتك سي نسيو إلهي وحنا كبرينا إلهي سي قادر رحمه نغا سو جبيو حدا إلهي نغا سو جبين او إلهي نا سو قبوجين كوان لو يمدنا وي دغيان كو يمدنا وي دغيان لبدوا وي سلا دغيان حالتنا وي ادغتahay إلا انت هرغسا كسو بخنا إلا انت دله غاريناي انت كدخايسا ددكو وجيفان marka waxaan leenahay dadku inay isoo gurmadaan biyo lo keeno baad lo keeno wixii ay hadee leed maayo dadkaasi aad baa u durufaysan yihiin dadkuna inay kasoo qayb galaan ay aad u baahan yahay waxaan leenahay qofka taajirka waxaysa kasoo qayb qaado kaalay aad ugu baabuurkaaga soo raro umada dhex kaalay xaalada ay ku sugan yihiin eeg waxay la socdaa lajnada bay la socotaa wanaag farista xumaan reebista oo ilaahay khayrisa wacyi gelin iyo inta ku soo jiray oo ku soo dhawayn doona culimada ay la socotay hadee uu ka mid yahay hadee leed maayo شيخ حسن يا أبشر يا دليل هذا دمان شقينا يسي أدب أنا قوم هن قيا وأنا كسر وين يا شيخ حسن كسر وين كلمتكم مناسبة كلية وأذكرن دون تاب جزاكم الله خير والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا لي على مركب وهر يسي إلهي سبحانه وتعالى ما هذا ورنا نسكله إن سوى فتيه هوشن خيري قاين عن ساكا وسوى عن بابحنو سيدا وشيغي الشيخ عبدالله وحسوق بن قابيي هوشن جمعية دار الرحمة الخيرية ورنتي اي كلاقي بغاتين تدبضن او مسلمين او إلهي سبحانه وتعالى باقي جمعية دي جيديسي ان تدبضن با سوء الجيبي هوشن تدبضن باك سوق بغاتي خنتي وحا سيقار حسيد أمودن قويس دمان ودا سعودا هنتي وحي أي لهايين يدد كودبا وخي معاوية إلهي سبحانه وتعالى قويس كاس ورنتي يسكو مودن سيقار الله حسو قاريك يسكو روغد حمول كاي علافة سيدا قاريك سيرفتا وحويان قاريك انو هادا ورشد فرينكا البركة ورنتي وحويان حسيد قارة مدنية هوينك كلام مروين كي يقولون كلا قيب غاتي ماشا يقولون مقرنا سا حوشا بدنك قلي خنتي يقولون آدي آدبان وقم هاد علينا النا مهاد إلهي كدبية جمعية دا سبب تواهيد حوشا نين لسقوقي مادو سيدو كلا قد دي واناك فريس دي حمان ريبيس دا جمهورية دا سومالي لان ووحويان ماتا نقولون هالكنا نكلا جوقنا ولبا خاصة واحد إبراهيم كوضبور dadka dhamaan hawsha ka wada qayb qaatay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin inta ka dib dadkan aanu la kulanay saaka sidoo sheekh abdalla sheegay hawsha waxaanu ka soo bilownay deegaanka abu hureera oo u dhaxeeya
كتيرسان قبل كجبيلة يعود حياة دجان كبطر هي دجال كالم دجان كالمدة اللي راهو دجان رنتي هذا بلارنا هل كاسو دور قبل دي جنا كقصو بحني هدو أن تاجن هاي سلو شيخ عبد الله شاقي وحوي أن دلا إياه كلابيد مش عود حيسو مل وقوي كأوقو توسن كلابيد دلنا أوقو توسن وقوي كلابيد نوقو توسن أيدنا وقوي أنا هذا كوسكان هاي وإلا الله بقول يلا باتن قوي سيجوعان تذكى إلهي سبحانه وتعالى وكسو بركعيي تذكى أي دجناء جوبه أي دجناءين لفت وجو إن أمركي لقى ورستي نهدي الله كورن هاي هذا أي كوسكان يهين وحويان حواله أي وتن وحويان نكي وتن سدح تراء عليا هذا يقصي حاصل يهين لبا تراء عليا أولي بدت كني أي هايان تذكى رنتي إسوس قادي كريي جوبها أبارها بحسن أي كدعان dadkii waxa aan isoo qaadi karayay ee ugu roona dadkii kale halkii bay ku hareen dadkan marka dadkan ay u yimaadeen ee deegaamada ah ee runtii waxa weeyaan wixii karaankooda wadankii way ku soo dhaweeyeen wadanku ma aha wadan deebaad loo barwaaqa goobta hadda aan ku suganahay runtii su'aalaha aan weydiinay waxay ahaayeen maxay ku kala duwan yihiin meeshii aad ka soo guurteen iyo meeshii aad soo guurteen indhaha iyagu waxay arkayaan haba yaraatay wax baad oo dhulka ka muuqda ma jiro laakiin waxay noo sheegeen caleenta qoyan ee sogsogta ayaaban wax loo dhigi karaa jirin bay yiraahdeen dadkaasi aad iyo aad baa loo soo dhaweeyay deegaamada aad bay uga mahad celiyeen deegaanku waxay isku raaceen dadka wixii loo qaban kara in loo qabto laakiin baaq aanu jeedinayna waxa weeyaan xukuumad waxa weeyaan ganacsatada ilaahay subxaanahu wa ta'aala maalka siiyay iyo dhammaan cid kasto ka qayb qaadan karta waxa weeyaan dadka baahidooda ilaahay baa dabooli kara laakiin waxa weeyaan ta karaankeena dadkani wixii dadkan deegaankan degani wixii awoodooda ah dadkan way ku soo dhaweeyeen xaq rasha la'aan baanay ugu soo dhaweeyeen laakiin waxa jira wax awoodooda ka baxsan wadanka biyaha iyo aad ugu yar dadkani waxay u baahan yihiin in waxa weeyaan loo sameeyo baraag goobo baca loogu xiro booyada biyo ah loo keeno waxa dadkan u ahaa raasamaal dadkan uma ahayn dad beera beerata waxa dad xoolo dhaqata ah dad waxaan ku nool xoolahooda maadaama xooluhu halka ay marayaan wax sahado ay siteen ma jirto xaaladooda duruufeed ee raashina idna aad iyo aad bay u hooseysa baaqa koobaad ee aanu jeedinana bariyahan u dambeysay waxa bustayaasha waa loo keena laakiin dadkan waxay u baahan deeq raashin iyo deeq biyood bay aad iyo aad baahidooda ugu weynahay tahay kullay baaqa aan jeedinana waa kaasi ugu muhiimsan cid kasta oo ka qayb qaadatayna ilaahay waxaan leenahay subxaana wa tacaala miisaankooda xasanaadka ilaahay ha u saaro waxa kaloon iyagana leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha ku celiyo guryahoodii iyagoo nabad qaba oo ilaahay raxmaadkiisan ilaahay subxaanahu wa tacaala u shubo dhammaanteenna waxaan baaqaan u sheedinaynaa dadka mas waxa weeyaan dhammaan inaan ilaahay u toobad celinno oon ilaahay isku dhiibno ilaahay baa inagu filan subxaanahu wa tacaala oo abaartan baahsan iyo arrinkan inaga kor qaadi kara intaasaan ku soo koobayaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin hawsha aynu soo qabanay maanta sheekh cabdallah khayr allah siiya si wacan uga waramay waxaan in yar si gaara ugu dari lahaa dadkeenna soo barakacay duruuftoodu aad bay u adag tahay dhammaanteen ganacsato xukuumad waxay nagu waajibaa walaalaheenna aynu cashuurtooda ku shaqaynaynay aan cashuurtooda mushaarka kaga qaadanaynay ee maanta gurmadka u baahan dhammaanteen inagoon kala hadhin inaynu baarakallaahu fiikum waxaynu tari karayna u teerno waxaan si gaara anugu halkan baaq uga dirayaa guddida abaaraha heer qaran iyo heer gobole gobolka gabileyba inay dadkaas soo barakacay ay wax alla waxay la soo gaari karayaan oo ay cunto iyo biyo ugu horeyso baarakallahu fiikum arrinkaasi inagu boorinayaa waxaa kaloo isaguna jira oynu si gaara ugu mahadnaqinaa shirkadda albaraka ee furinka oo iyada lafteeda maanta nagala qayb qaadatay hawsha oynu ugu baaqina shirkadaha kale ee furinka inay iyaguna baarakallahu fiikum kala qayb qaataan walaalahooga duruufaysan oo iyadu lafteedu meesha aad uga muuqato caam ahaan dadkii kala nagala wada qayb qaatay aad baan ugu mahadnaqayaa ilaahay waxaan ka baryayaa sida khayrka inuu ina waafajiyo wasalaatu wasalaamu calaa rasuulina abwaaru ku way haleeliyeen idalkoodiina liibto islaam qofka sheeganaya dhibkooda kama adkaystee salkimo
ديجان كاستيله وقتر صن يعني تجمدة يعني تلا إسلام مركزنا يعني لو قيمنا يوصى دوا الأركسان يعني راشين كي يتقي لو كهني أن مت كم إذا ودين تونا تدك لو قيبيه ولا لو مقع ناصر بدر ناصر هو كورن ترى كذا من السنة هو حلو قيبي يعني عنتدي كورن هاد في عنتا كورن ما ليسن هو نوي قتمت وحنا صو لا غيرت مرك قرية لا هو كتر سنكو بل كتوك دير بعد يعني كتير مو حنا توك دلا آه بالكورة يعني أنت مسافة أنت هالك صوتي دي إلهي من و والكل علمي قادر إلى ما حد صور راضي قال صوت على علي سوق هذا لبا مليون يات شنب قول لبا مليون شنب قول لنا آه هي دسا سهل والله بارت كورة دير أبارت والله إلهي من الكبريين هي دي ولي ما عرق إلى تبرير وقت يا متكاري تك تك تيان سيكو صدوي سيف عقيبة له سيف عقيبة له هي يعني محا أبارت كهلا هذي صدح ميلون لك لا ديال لا باحي صدح ميلون لا قايبيو لا با سوداي ماشي كان دير قيبان كغرو اه ام بالخور هذا وين يود ما هاد نقصه راشنكي يا دركي ولا غسي الهي بو هرت بركا لو ما هاد قيا اي ما كان قولد الهي كانتي وخا ساي غو هريا ها الله يغوغ دي الهي الباب هذا جنة هوفر الخور يدا تالو كلانو مارك تالو ورغا ما درك مارك دبا دهر وخا الهي حسابا الهي ها لكن تالو كلي او الهي كان كوي ماتو مارك ده وده كنا واحد يقول دبشة لو يربى بورميم هذا يربى بوري يقول دبشة أي يقول دبشة ما أنت وتمت ما أنت وايم ما أصلها هاد مركز ما تنطع ما قالوا يكلون ويجي دبية ده مركز إلهي بقى محلة إلهي محلة ها ما شاء الله ها يعني هذا واحد كورن سوكر عليه يعني مدينة سوسو عطيم حد شيء كسرك تي والله إله سوق عليه هالكل واحد قال ما لدي واحد عارف بقتي يد قال إيش بقى يو واحد داركي مرو حول محلة بقول بيها هاي بقول نبي هاي أريكو بقول بوها أريكو بقول بوها جيل ما الحين يلا هي بقول كده دبات بعدين ت أنا دور فديا هي وكدل أوي هي هي أيان هي دارك هي 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 تتك إلى هاي جرجال هذا الخيرية صوب صوب حياة هي وارجع يدي إمي وحور الله يمسيني هي جورج أتوبيا إستنقر الله إله أيه ديجان كي يجي هاي حركة مظو أنا أقول سنقولان كي سنقولان كتر سنة أتوبيا أتوبيا أيان كسوها أيام كنا سو بركة تدباتم أهل أرجي بقول بوها بقول كي تدباتم بعدين هذا كي يخلص عدي أرجي واحد قوي سكيجا أري أنا كي أنا كان كذا إمام جوري أيوم باي إلى السعودي حاسكي حاسكي يدوم كي يعرف توان كايمي بنا كذا كتم بن سنقولان كذا إيه وإنا باي إلى السعودة أيه وين ما كد من دقاقة كإلى أنا وأنا دوقت من خرج الآن ترى تحقق سوق دويدي وإن إلها عاوية يدي ولدي اسمه مالي لأن مو يعني متشكت مالكلا أو حد ولا متشكت ما يصلح هذا تقول توبي كم الشديد كم يد ما يصلح هذا سومالي لان قارهان إن قبل هذا إن قلبيت كده ما تنطع مي ما نصلح هاي إلى هاي هجرجار إلى هاي وحيد سي إلى هاي تنادى الدوال هاي ديك لي أي إما كان نيفا كيبيو مرحا تك ديغان كورن تك تسكو سدوين تك ديغان كي سي وناكسن بي سدوي بي بي سي سكرتينا واي سي بريسكينا واي سي عمر ودوينا تفي قرن كاتا ونيا إلى إلهي وحن كبرينا إني كودهان با إني أمدود أون حريستان إسلام مركاسنا دوينا كلا دوينا قربها إيو كودها بتشوغا وحلو بهن يا سي أي دتك غوسو عاون لهاين إسلام مركاسنا لقى غيب قادن لها دتك أبارتو سامي سي سدا عمر شيغي وحجوري إني إن مدى أبان سو سعودي إسلام مركاسنا قويس كير هيركي وحن كيمد ديغان كي أن كيمد أو إتوبيا دوشيدا إسلام مركاسنا وقت حاضر كان وحن شوغا بوري إني دراها أو كتر سن قبل كأوضل إن أدر إلهي بن كبرينا أبارتو نغدو قال ان شاء الله امين والله يا ولا الذي يسي ولا اكثر عاوي ابرت وهي سو الى هي اذا كانت تنادي دوالي هي دي امين ان شاء الله هي هي وي مغا سهره 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 قوره كتمت هاشن انا ورابه هاشن كشيء اثيوبيا هي وانا هلك ابار بان نغ هشاي انت سو سوت امس انا مال بشي غره او بلته او بلد يران سو غور هي دائما كان واتنتي كلا سعتها حد سو رعدن وان سو رعدن لبا غور غادان سو رعدن هي صد أفر جور نجدان كسو جورنا لو لما جورنا قاعدين عند سوق هذا أيه أبار يهرب يترحمنا نودي طبعا أنا وين هالشا رجيو أرجي سو وده ويحيى قاعدين على كسو هذا يمو يعني
dumarkii arruurtii iyo adhigii mooyaane wixii gaadhiga lagu soo qaaday annagoo annagu halkan taagan oo gaadhigii aanu welina rogin ayaa la yidhi ninkii cabdilaahi dhimay oo gaadhaa jiray ha hooyadii iyo inantoodii iyo inankoodiiba xaggiibay dabaad u yaaceen cabdilla agteedu ku jiira dabadanna waa farabeen baanu halkaa daadsanay oonkii biyo waa nala siiyo biyo waa naloo keena waxaanu imika ka codsanaynaa baco aanu dhaxanta ka galaan weyne waxaanha bacaa noogu daran hooye waa in nala ogaado baca nala siiyo aanu dhaxanta ka huwanno abaartu hooye bal ka waransa abaarta saamaynteeda abaartu wayna disho xoolihii way madhayna wax yar baanu wadnaa way madheen xoolihii wax yar baanu wadnaa ilahay baryo inshaalla ilahay baan baryayna baanu baryaynaa ilahay taasi daawadayaal waxaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkaasi gaarka ood ka daawanaysan telefishin qaranka somaliland isla markaasina dadka u qaybinaya raashin kala duwan iyo welibana bustayaal si dhaxanta ay uga wadaan barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga waa khadar maxamed maxamuud khadar quule dhinaca farsamada kamaradu waa cabdi cumar jibriil salsal iritikiyo habeentii maxamed aqli hadi guud ahaanba howlwadeena t v-ga qaranku waxaa idinka tegayaan intan barnaamijkani barnaamij la mid a ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaad awoodo xaqiraada intifaacsantoonta waa rudhiil wixii aad